بكم مشاهدينا، تحية صباحية لكم لأولى نشرتنا الإخبارية. بداية، تحتضن الجزائر اليوم إشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيناقش على مدار يومين العديد من قضايا الراهن العربي والإقليمي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية. وبالمناسبة، دعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي خلال أشغال الاجتماع 34 للجنة التنفيذية للاتحاد أمس، دعا إلى توحيد جهود الأمة العربية من أجل استعادة دورها القوي والفاعل على الساحة الدولية. إلهام عشير. على طاولة البرلمانيين العرب تطرح ملفات هامة تتصدرها القضية الفلسطينية في سياقات هي الأصعب في التاريخ العربي المعاصر، حيث أن الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية سيكون في صلب جدول الأعمال مؤتمرنا، فإنني أدعو لضرورة اقتراح مبادرات بناءة وملموسة من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، خاصة على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، ودراسة كل الآليات والسبل التي تمكننا من متابعة الاحتلال الصهيوني على جرائمه. هذا المؤتمر ينتظر منه بيان ختامي قوي يبين مواقف الدول العربية تجاه ما يجري من القضية الأساسية اللي عقد من أجلها لقضية فلسطين، وهذا يعتمد على ما سيقر غدا في البيان الختامي في بنوده كاملة. ما يميز هذه الطبعة التي تحتفي بخمسين عاما من تأسيس الاتحاد البرلماني العربي تزامنها مع عضوية الجزائر في مجلس الأمن، والأمال معقودة على أن تتماهى نتائجها مع الجهود المبذولة لتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية. وجودنا في الجزائر معنى كبير، لأن نحن في الجزائر دائما لما نكون في الجزائر نستند إلى تاريخ مشرف، تاريخ نضالي كبير يعطي فينا دائما الأمل في مناقشة القضايا الحقيقية والقضايا الجدية. وهذا اليوم يجب أن نطرح مبادرات حقيقية لحلحلة القضايا اللي معروضة على رؤساء البرلمانات العربية. نحن نعول كثير حقيقة على رئيسة الجزائر للمؤتمر، لأنه راح يعطي زخم نتيجة المواقف المعروفة للجزائر والدائمة بدعم القضايا العربية وقضية فلسطين. مجرد انعقاد هذا المؤتمر في الجزائر الشقيقة هو له دلالات كبيرة. هذا البلد له مواقف تاريخية تجاه القضية الفلسطينية. نحن نتأمل من الاجتماع الحالي في الجزائر أن يرتقي إلى مستوى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والأمة العربية. الخطر كبير ليس فقط على الشعب الفلسطيني، هناك مشروع صهيوني في المنطقة. اجتماع اللجنة التنفيذية عكف أيضا على ضبط ورقة طريق جدول الأعمال لعرضها على المؤتمر. بدأت أشغال اللجنة التنفيذية الآن بجدول أعمال كان ثري، ولحد الساعة ما زال في إطار الإثراء. كاين أهم النقاط في جدول الأعمال: تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد، كذلك إعادة تشكيل اللجان الخاصة وتفعيل اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، وكذلك تفعيل اللجان المنبثقة من الاتحاد. ويراهن المشاركون في هذه الدورة على الخروج بنتائج تعكس تطلعات صوت الشعوب العربية لتجاوز هذا الراهن المعقد. هذا وقد عقد أمس رؤساء الوفود المشاركة اجتماعا تحضيريا لأشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجزائر اليوم وعلى مدار يومين. تجربة الجزائر الرائدة في مجال التسيير الفعال للموارد المائية كانت محل إشادة وتثمين الخبراء والمشاركين في فعاليات المنتدى العالمي للمياه المتواصلة بمدينة بالي الأندونيسية على ضوء البحوث العلمية الحديثة. مبعوثة التلفزيون الجزائري عائشة ببريق. عرض لآخر ما توصلت إليه مختلف التطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي والبحوث العلمية والابتكارات في الجامعات الجزائرية في ورشة كانت بحضور خبراء وأساتذة باحثين من مختلف دول العالم، تجربة جزائرية أشاد بها الحاضرون.
أشيد بالتجربة الجزائرية والبحوث العلمية المنجزة في جامعاتهم. المهم ليس في تطبيقات التكنولوجيا، ولكن الأهم هو حسن استغلالها ومعرفة تسييرها. وجب تكثيف الجهود بين الدول فيما يخص استخدام التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وضرورة توفرها في كل البلدان حتى لا يكون هناك اختلالات في حسن تسيير وإدارة هذا المورد الحيوي. أنا جد مسرورة بتواجدي هنا في هذه الورشة. كوني باحثة في هذا المجال، لأول مرة أسمع بوجود تجارب مثل هذه خاصة في الجزائر. هذا دليل على تطورهم التكنولوجي المستخدم في مجال تسيير الموارد المائية. التمثيل الجزائري كان حاضراً بقوة من أجل الاستماع والرد على مختلف الأسئلة المتعلقة بالاستراتيجيات المطبقة في إدارة وتسيير الموارد المائية في الجزائر. استعمال التكنولوجيا في إدارة المياه وبالتحديد السقي الذكي راح يكون عندنا وفرة إنتاج واستهلاك قليل من المياه. هذه التقنيات الجزائر أصبحت الآن مواكبة للتكنولوجيا الحديثة التي تستعملها العديد من الدول. قمنا في هذه الورشة بتقديم كل ما هو بحث علمي في إدارة المياه، سواء كانت جوفية أو هذا المورد الحساس. لقد رأينا أن الجزائر وصلت إلى مستوى رفيع من حيث النوعية العلمية والنوعية الابتكارية. تطبيق الطاقات المتجددة في مجال تسيير المياه تجربة أولى وفريدة من نوعها تطرح لأول مرة، وهو مشروع جزائري ألماني يسعى من خلاله الباحثون للحصول على أول براءة اختراع في هذا المجال قريباً. وتكريسا لمساعي إرساء معالم الحوكمة الرشيدة ومواصلة لتجسيد المشاريع الاقتصادية، تؤدي الخزينة العمومية دورا رياديا في إدارة المال العام بكفاءات وفعالية ضمن المسار الإصلاحي للقطاع المالي القائم على العصرنة. سهام موسى رزوق. بهدف ضمان الشفافية والمساءلة في ترشيد استخدام المال وعقلنته، وكذا تعزيز الحوكمة المالية وتحسين الأداء، تنتهج الجزائر مسار إصلاحات من أولوياته إعداد الميزانية وفق منهجية مدروسة وإدارة جبائية فعالة وحديثة تهدف إلى تحسين الإيرادات الجبائية. تعد المالية العمومية من أهم الآليات لتحقيق الأهداف التنموية باعتبارها مرآة عاكسة لأهم التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تهدف أساساً إلى حسن تدبير الشأن العام وترشيد النفقات. في ظل التطور المالي بالتوازي مع ما أقرته التكنولوجيات الحديثة من تغيير، جعل قطاع المالية ينخرط في مسار الرقمنة والعصرنة وفق جملة من الإصلاحات التي باشرتها الدولة. TPU طبعا كما تعلمون TPU هذه أدوات الدفع الإلكتروني، ترمينو دو بيمون إلكترونيك. فالمنظومة المالية الوطنية وضعت خطة طريق لتعميم هذه الأدوات بشكل يعني بشكل مكثف خلال سنة 2024. اعتبرنا 2024 كسنة تحديث وسائل الدفع في القطاع المالي، والخزينة أخذت على عاتقها تحديث وسائل الدفع بالنسبة للإدارات العمومية بالمشاركة مع مجمع الإلكتروني الاقتصادي جيو. وضعنا برنامج لتموين كل الإدارات العمومية بهذه أدوات الدفع اللي هي TPU، ولحد الآن وزعنا 1700 أداة TPU على أذكر على سبيل المثال كل مكاتب الجباية عبر الوطن. رهانات أمام الخزينة العمومية كبيرة، وهو ما جعلها تنخرط في مسار العصرنة واستلام الممارسات الحديثة من أجل تسيير المال العام وفق ما تقتضيه متطلبات التنمية الاقتصادية والنجاح، من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي وضع أسسها ومعالمها الكبرى السيد رئيس الجمهورية
عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية. إنجازات ملموسة تسهم في تمويل وتطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى وفق السياسة الاقتصادية المنتهجة للجزائر الجديدة. إحياء لليوم الوطني للكشافة المخلدة للذكرى 83 لاستشهاد القائد المؤسس محمد بوراس، نظم قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية احتفالية بالعاصمة. الحفل كان مناسبة لتكريم قدماء الكشافة، يقول وليد قادري. نسائم أمسية مسرح الهواء الطلق امتزجت بصدى الشعارات الكشفية أطلقتها حناجر أبناء قدماء الكشافة الإسلامية احتفالا باليوم الوطني للكشافة والذكرى 83 لاستشهاد المؤسس محمد بوراس. تحت شعار العهد باقون، احنا حاولنا نعطيو للأطفال تاعنا والكشافين تاعنا، نربطوا الجيل الأمس بجيل اليوم، نربطوا بين الوطنية والوطنة، وحاولنا نعطيهم تصور واش الناس كانوا يضحيوا زمان. حبينا اليوم هما يكون عندهم القدوة تاعهم، هو القدوة تاعهم محمد بوراس. من رسائل الاحتفالية أن المدرسة الكشفية لا تزال قائمة تؤدي ما عليها في تربية أجيال الوطنية عقيدتها زرعت من جيل لآخر. الجيل القديم اليوم كان محل تكريم، والبراعم والشباب محل الحث على مواصلة مشوار هذا التنظيم العريق. سلمنا على كل حال احنا المشعل لهذا الجيل الجديد، ونتمنى وإن شاء الله يأخذوا مثال علينا ويقوموا ويستحفظوا بهذا المشعل وما يخلوش إن شاء الله يطفى. الكشافة كونت لي شخصية وهيئتني باش نكون قيادية في مشروع ولا حاجة، ونتمنى من كل قلبي نكون مثل محمد بوراس، شهيد محمد بوراس، ومثل القدماء اللي كانوا معنا اليوم في التكريم. تتواصل احتفاليات قدماء الكشافة الإسلامية عبر كل ولايات الوطن اعتباراً من 27 من الشهر الجاري، مبرزة ما تكتنزه من رصيد شباني مؤهل للقيادة وزرع الخير أينما حل. وتلك رسالة الكشافة. على ضوء العمل النضالي الذي تبذله الجزائر لتعزيز عوامل التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، نظم المرصد الوطني للمجتمع المدني بالتعاون مع الشبكة الجمعوية للحوار وحسن الجوار الجزائرية الإفريقي لقاء تفاعليا أكد أهمية تعزيز الوحدة الإفريقية. عبد السلام حباس. وحدة قارة إفريقيا وأمنها واستقرارها هدف تعمل على تحقيقه الجزائر، البلد الذي يضع مصالح القارة ودولها ضمن أبرز الأولويات. 470 مشاركا إفريقيا جامعيا في مبادرة للاحتفال بتأسيس الاتحاد الإفريقي وتعزيز الاندماج القاري. لأننا دول مجاورة وجيران، والحدود لديها هدف كبير لبناء دولة الجزائر ودولة موريتانيا والتبادل الاقتصادي. أعجبت بهذا اللقاء، وخاصة خطاب الوحدة بين البلدان الإفريقية، وهذا أمر مهم لتحقيق التنمية في بلاد الكاميرون. هو يوم مهم لإفريقيا، ويجب وضع اليد في اليد للعمل على مستقبل القارة الذي هو بيد الشباب لبناء قارة قوية. تشجيع التكامل الاقتصادي لبلوغ التنمية المستدامة لا يمر إلا بالعمل النضالي للجزائر لتحقيق السلم والأمن في إفريقيا. طريق العبر للصحراء اللي يربط بين تندوف وزويرات، واللي أيضا مربوط بإفريقيا الغربية، مربوط أيضا بالألياف البصرية والذهاب إلى الاقتصاد الرقمي، مربوطة بمنطقة التبادل الحر الإفريقية زليكاف. يلعب الاتحاد الإفريقي دورا رياديا في تحسين الشراكات الإفريقية وإعادة توجيهات بشكل استراتيجي لتلبية أولويات النمو والتغيير في القارة. المجتمع المدني أحد العوامل المهمة التي تركز عليها الجزائر من أجل النهوض بالقارة وإنجاح الجهود التنموية وتحقيق الرفاه ومواكبة الدول المتقدمة.
تسجل الجزائر بارتياح الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح. وأكدت وزارة الخارجية والجالية الوطنية في بيان لها أن هذه التطورات الهامة تتلاقى جميعها لتمثل نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني عبر سياسات الاحتلال. في هذا الصدد تدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حداً لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص. وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد أمس 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم صيرات ومدينة رفح في قطاع غزة. هذا وقد ارتكبت أمس قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أزيد من 35,000 شهيد وما يفوق 80,000 مصاب. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة، طالبت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الصهيوني بوقف استهداف المستشفيات في قطاع غزة وضمان تمكينها من تلقي المعدات الطبية والأدوية الأساسية ووصول المدنيين إليها دون عوائق. هذا واستشهد وأصيب أمس العشرات جراء تواصل القصف الصهيوني الغاشم على رفح ومناطق أخرى بالقطاع في حرب إبادة كاملة الأركان. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات، كانت هذه آخر الإحصائيات الساعات 24 الأخيرة، أي منذ أن طالبت محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وتخفيف القيود وفتح المعابر. لكن رد الاحتلال كان على الأرض بارتكابه المزيد من المذابح والمجازر بحق المدنيين من جباليا شمالا وحتى رفح جنوبا. إن إسرائيل ماضية في سفك الدماء، ماضية في العدوان، غير مكترثة بكل الدعوات التي تنادي بوقف هذه الحرب التي تمارسها على مدار الساعة. وبالتالي يعني المطلوب اليوم هو أن تترجم هذه القرارات الدولية من خلال ضغط فاعل على إسرائيل. فهذه هي مدينة رفح التي تقع على محور فيلادلفيا وتأوي آلاف النازحين الفلسطينيين، ويجتاحها الاحتلال برا ويقوم بتفجير مربعات سكنية ويطلق النار على كل متحرك في المناطق الشرقية ووسط المدينة، ما زاد من الأعباء على المستشفيات خاصة على المستشفى الكويتي وهو ما تبقى من مرافق الصحة لاستقبال الجرحى. لا زال عدو الصهيوني يستمر بقصفه الهمجي لكل محافظة رفح، ويستمر بتوسيع عمليته البرية في تحدي صارخ لكل القوانين الدولية. الوضع الإنساني كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، لا يوجد كارثة أكبر مما نعانيه الآن في ظل عدم وجود مستشفيات الآن إلا هذا المستشفى البسيط، إمكانيات بسيطة عبارة عن نقطة استقبال إصابات. فجيش الاحتلال ما زال يصر على إغلاق المعابر في رفح، في حين لا تزال البضائع التي تمر عبر الميناء العائم بحرا لا تكفي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، ما يزيد من حالة الجوع والعطش في محافظات القطاع كافة. وأصبح الحصول على شربة الماء هي أكبر هم الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة. قبل تسكير معبر رفح كانت المياه الحمد لله متدفقة وتصل للجميع، ولكن بعد إغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم يعني صار هناك أزمة خانقة للمياه، وصار في صعوبة في أنه تتواجد المي، يعني إلنا 3 أيام فيش عندنا مي ولا نقطة مي، وهذه معاناة تضاف إلى سجل المعاناة اللي بيعانيه الشعب الفلسطيني. فمن البحث عن الطعام إلى البحث عن المياه، أصبح حال الفلسطينيين هنا في مدينة رفح جنوبي القطاع للتخلص من حالة العطش والجفاف التي باتت واضحة في المدينة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. نشرتنا تمت، يتجدد لقاؤنا في مجازية 9. شكرا لكم مشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.